مساء الخير، شيماء محمود، حركة مصر المدنية. النهاردة قلنا نختلف شوية ونقدم شيء جديد، شايفين إنه هو المخرج الرئيسي للدولة في الوقت الحالي من المآزق الكتير اللي احنا فيها. مهتمين جدا بالجزء الفلسفي اللي هو بينص حياة كل إنسان في العالم وفي مصر خصوصا. وبمناسبة الموضوع دوت، النهاردة عندنا اللقاء مع الأستاذ دكتور علي مبروك، أستاذ مساعد قسم الفلسفة جامعة القاهرة، وبنرحب بحضرتك. أشكرك. أهلا. في البداية حابين نعرف معنى كلمة الفلسفة. شوفي، مش عايزين ناخد الناس في يعني في ساحة درس أكاديمي نقول الفلسفة تعني كذا ومشتقة من كذا، ده نقدر نقوله. لكن الفلسفة ببساطة هي البحث عن الروابط بين الظواهر، لأن الظواهر التي يراها الناس مبعثرة ولا ارتباط بينها، هي في الحقيقة بينها روابط وعلاقات. قد تكون هذه الروابط والعلاقات خفية. الفلسفة ببساطة هي الفعل الذي يعني يذهب إلى الكشف عن هذه العلائق والروابط. وربما يعني اسمحي لي أستغل بيتين من الشعر، الشعر الإنجليزي مهم، يقدر يوضح لنا يعني إيه فلسفة. الشاعر ده بيقول في بيتين الشعر، وأظن إنه الشعر الإنجليزي، راديارد كابلينج، بيقول: أين راحت الحكمة التي أضعناها في المعرفة؟ وأين راحت المعرفة التي أضعناها في المعلومات؟ في الحقيقة هذا الشجن والتمييز اللي بينطوي على شكل من أشكال التمييز بين مستوى الحكيم أو مستوى الحكمة ويليه مستوى المعرفة ثم مستوى أدنى من المعلومات، يقدر يحدد لنا بالضبط هي فين الفلسفة. الفلسفة هي المستوى الأعلى اللي هو بيقدر ينظر في الروابط الخفية بين معظم تشكلات الظاهرة الإنسانية. الظاهرة الإنسانية بتتشكل في يعني مظاهر متعددة، فيها العلمي وفيها الفكري وفيها الأدبي وفيها الديني وحتى فيها الأسطوري. وبين كل هذه التشكلات، بين كل هذه التمظهرات، يعني روابط. الفلسفة هي السعي إلى إدراك هذا الخفي الذي يربط بين كل هذا الذي يبدو مفككا. لهذا السبب لعل الفلسفة يمكن أن تكون في الحال الراهن في بلداننا وبالذات في بلد زي مصر تحديدا ليها دور مركزي ودور جوهري تلعبه، لأنه في الحقيقة بيبدو أنه الظواهر السياسية أو الظواهر اللي يعني بيتعامل معها الناس باعتبارها ظواهر سياسية وبيفصلوها عن ظواهر أخرى مرتبطة بها وبتدخل في علاقات معها، هذا الفصل بيعقنا عن الفهم وعن إحداث تغيير حقيقي في واقعنا. الفلسفة يمكن أن تتدخل لتكتشف هذه الرابطة بين ما يبدو على سطح الواقع منفصلا. يعني خليني أقول لك أنه ظاهرة مثلا زي ظاهرة الاستبداد، ظاهرة الاستبداد ليها أصول خفية وروابط خفية في قلب الثقافة وفي تشكيل العقل وفي بنية العقل ذاته، على نحو لا يجعلنا نتعامل مع الظاهرة باعتبارها مجرد ظاهرة سياسية، باعتبارها مجرد ظاهرة ليها حل سياسي. حلها ربما يكون أكبر من أن يكون حلا سياسيا، حلها محتاج إعادة تشكيل الذهنية، محتاج إعادة تشكيل العقل، محتاج إعادة تشكيل البنية الثقافية والبنية المعرفية والبنية الذهنية بشكل عام. اللي بيخلينا نقدر نحط إيدينا على هذه الجوانب الخفية وهذه الأبعاد الخفية هي تمرسنا بالتحليل الفلسفي وبأدوات وآليات هذا التحليل. تمام.
نحب نعرف إيه أصل كلمة الفلسفة، أصل الفلسفة وأول الفلاسفة. هي مرتبطة بالتأكيد بهذا اللفظ، بهذا المستوى الأعلى اللي اتكلم عنه الشاعر الإنجليزي ده، اللي هو الحكمة، مستوى الحكمة. مستوى الحكمة، الفلسفة كلمة طبعا كما نعرف جميعا كلمة من أصل يوناني، باعتبار أنه المنشأ لهذا النوع من التفكير كان في هذه المنطقة. ما يعنيش ده أنه مناطق أخرى في العالم في الشرق، أو إحنا عارفين كلنا، سمعنا كلنا بالتأكيد عن كتاب بلاك أسنس، أسينا السوداء لمارتن برنال، اللي هو بيحاول يرد وصول الفكرة اليوناني أو جزء كبير جدا من الظاهرة الفكرية اليونانية إلى حضارات أفريقية، وعلى رأسها بالتأكيد الحضارة المصرية، بالإضافة لأنه في كتابات أخرى بتحاول تكتشف لهذه الظاهرة أصول، في أصول شرقية مشرقية قديمة في الحضارة الفينيقية القديمة مثلا. يعني في هذا البحوث دلوقتي بتحاول أنها لا تقف عند نقطة معينة باعتبار أن هذه النقطة هي الأصل في النشأة. هناك ما قبل الأصل، في دلوقتي تفكير في ما قبل الأصل، وأظن أنه في كتاب مشهور قوي بأنصح يعني مشاهدين ومستمعين أن هم يقروا هذا يقروا هذا الكتاب. هو كتاب كتبه أظن فيلسوف أمريكي، هو هنري فرانكفورت، عمل كتاب اسمه ما قبل الفلسفة. ما قبل الفلسفة بمعناها الفني المستقر. عند هؤلاء اليونان سقوا، هم اللي سقوا هذا اللفظ، لفظ فلسفة، من مقطعين، مقطع فيلو ومقطع صوفيا، والذي والمقطعين معا يعني محبة الحكمة. إذن هي النشاط الذي يتعلق فيه المرء بالحكمة، على أن تكون هذه الحكمة هي الحقيقة، يعني أقرب ما يكون إلى الحقيقة الكلية التي تقف وراء مجمل النشاطات الإنسانية، سواء كانت هذه النشاطات نشاطات علمية، نشاطات معرفية، نشاطات حتى يدوية. هذه الحقيقة التي تقف وراء، القبض على الحقيقة التي تقف وراء هذه النتاجات الإنسانية كلها، هي ما يمكن أن نعنيه بالحكمة. تمام. بننتقل للجزء الثاني والأهم اللي ناس كتير عايز تعرفه، معنى كلمة التنوير وإزاي بتختلف من شخص لآخر. لا، مش بس تختلف من شخص لآخر، ممكن نقول إنها كمان تختلف من سياق حضاري لسياق حضاري تاني. تمام. يعني بمعنى انه التنوير في سياق الفلسفة، بل حتى داخل سياق حضاري واحد، لانه لابد ان نميز انه اذا كان التنوير فلسفة اوروبية، وده شيء يعني غير منكور، ما حدش يقدر ينكر هذه المسألة، ففي داخل حركة التنوير الاوروبية نفسها اتجاهات، ما نقدرش مثلا نوحد بين كل هذه الاتجاهات تحت تعبير مصمت وتعبير التنوير. يعني مثلا عندي التنوير الألماني مثلا مختلف عن التنوير الفرنسي، والاثنين مع بعض مختلفين عن التنوير الإنجليزي. يعني النشاط نفسه، نشاط التنوير، فعل التنوير نفسه بيتشكل ضمن السياق التاريخي اللي بيظهر فيه بحسب احتياجات ومتطلبات ومقتضيات هذا السياق. خليني أوضح علشان أكون واضح، لأن الناس أحيانا بتتعامل مع التنوير إذا هذه الفلسفة الأوروبية المهمة اللي تعني ببساطة وبدون تزايد كبير، يعني تعني قدرة البشر على أنهم يعني يفكروا تفكيرا مستقلا. وده اللي بنستفيده من المقالة المشهورة جدا اللي عملها الفيلسوف الألماني الكبير كانت، اللي هي What is the Enlightenment؟ إيه هو التنوير؟ ما هو التنوير؟ وهو في قراءتنا لهذه المقالة تنتهي بنا إلى ببساطة إنه التنوير أن يتجاوز البشر حالة القصور العقلي التي هم عليها. تجاوز البشر لهذا القصور هو اللي بينقلهم إلى ما يمكن أن نسميه بحالة التنوير العقلي، القدرة على التفكير المستقل. لأنه ماذا يعني القصور؟ القصور طول الوقت يعني الإنسان القاصر،
هو ببساطة الإنسان الذي يعتمد على الآخرين، اللي هو طول الوقت في حاجة إلى الآخرين. تجاوزك للقصور يعني ببساطة قدرتك على أنك تعتمد على نفسك، على أنك تستقل، على أنك يبقى ليك مجالك الخاص، قدرتك على التفكير الخاص والمستقل. ده ببساطة هو التنوير، بدون أي بقى إحالات أنه دي فلسفة لا دينية أو فلسفة معرفش إيه بحسب ما نسمع كثيرا في سياقنا العربي، لأنه في سياقنا العربي هناك كثيرون يعني يستفيدون بكل تأكيد من حالة القصور العقلي التي عليها الناس، يريدون أن يظل الناس طوال الوقت معتمدين عليه متابعين له، ولا يتصورون أبدا أن يتحرر الناس من هذه التبعية، أن يصوغ الناس فكرا لأنفسهم، أن يخلق الناس مجالهم الخاص، لا يتحملون هذا. وزي ما أنت شايفة كده أن حالة القصور هذه هي التي تؤسس لكل استبداد في الحقيقة، يعني هي التي تؤسس لكل استبداد. عشان كده التنوير في جواره نشاط وحركة ضد الاستبداد. طبعا نهايتها بعد كده مصائرها ممكن نختلف حواليها، والفكر الأوروبي نفسه بيتأمل في هذه النهايات التي انتهت إليها هذه الحركة، وبيرى أنها انتهت نهايات استعمارية ونهايات إقصائية، ولكن ده كله لا يعنينا الآن. لكن يهمني حتى في الإطار ده أني أقول أنه النظر إلى يعني احنا زي ما احنا شايفين كده أنه التنوير بشكل أساسي حركة مضادة لهيمنة فرد، هيمنة سلطة، هيمنة قوة على الأفراد، على البشر، تحويل الناس إلى تابعين، تحويل الناس إلى معتمدين دائما على قوة يعني ليها هي كل السطوة والجبروت، ولا وتطلب من الناس باستمرار التبعية والإذعان ليها. إذن هو التنوير ضد ده، فهو ضد السياسة، ضد هذه السياسة الاستبدادية القمعية التي سياسة الهيمنة والسيطرة والاحتياز بشكل أساسي. لكن هناك من يعني كعهدنا دائما لكي يتجنب هذه الحركة اللي هي حركة أساسا بتحاول أن تخلق مناخا للاعتماد على الذات والتحرر والاستقلال، هو يريد أن يبعدها. فكيف يبعدها؟ عن طريق وصمها بأنها حركة لا دينية ضد الدين. أريد هنا أن أقول أنه مش كل التنوير واخد هذا الموقف من الدين. ربما يكون التنوير الفرنسي تميز بأنه عنده موقف راديكالي ضد الدين، لكن الموقف ده مش متوفر على الإطلاق في التنوير الألماني. التنوير الألماني مختلف تماما، والتنوير الألماني هو إذا كنا أشرنا إلى كانت قبل قليل صاحب المقالة المشهورة عن ما هو التنوير العرب فيها إيه التنوير، كانت نفسه ده له كتاب مهم جدا، له كتاب اسمه الدين في حدود العقل وحده. وبما يعني أنه قبل كانت حتى واحد فيلسوف مهم زي ليسينج مثلا، بنكتشف أنه هذا الفيلسوف تقريبا أنا دهشت عندما قرأت هذا الفيلسوف لهذا التماثل الكبير جدا بينه وبين واحد زي الإمام محمد عبده في تفكيره. تمام؟ إنك بتكتشفي إنه هذه القدرة على تصور إنه جوهر الوحي العميق هو العقل، وإنه الدين أساسا جوهره العقل. الكلام بيتفق إلى حد كبير جدا مع الكلام اللي كان بيقوله الإمام محمد عبده عن إنه جوهر الدين استقلال العقل وتحرر الإرادة ببساطة. طب ما هو ده التنوير ببساطة. إذا كان الدين جاي عشان يعمل هذا الاستقلال العقل وهذا التحرير للإرادة، فهو بيعمل ببساطة اللي التنوير جاي يعمله. علشان كده لازم نفهم التنوير في سياقه، انه اوروبا اللي خارجه من تاريخ كنسي طويل، تاريخ لاهوتي طويل، على مدى هذا التاريخ الطويل هناك إقصاء للأفراد، هناك إقصاء للفكر الحر، هناك إقصاء للفكر المستقل. فجاء التنوير ضد هذه الحركة الطويلة، ليس ضد الدين، ولكن ضد التوظيف، هذا التوظيف السياسي اللي بيتم طول الوقت من قبل جماعات بعينها جماعات حاكمة للدين. تمام. بمناسبة الكلام دوت، السياسة
حضرتك قلت انك قدمت محاضرة عن مادة معينة في الدستور وكان ليك تحليل عليها، احنا حابين نسمع وثيقة الدستور الحالية. في الحقيقة طبعا الدستور في كل تأكيد وثيقة سياسية، وهذه الوثيقة السياسية في الحقيقة كما نعرف يعني هناك توظيف كتير جدا للدين في هذه الوثيقة، سواء من خلال الإلحاح على مفهوم الشريعة، أيا كان بقى التصور للشريعة دي مبادئ أو أحكام أو كمان استدعاء مفهوم آخر مهم في الحقيقة وبيتم التعمية به، هو مفهوم الشورى، لأنه في المادة السادسة، دعيني أطرح لك هذه المادة كمثال. في المادة السادسة من الوثيقة المقترحة بتقول لنا أنه يقوم النظام الديمقراطي على مبدأ الشورى. في الحقيقة قراية هذا الجزء بتكشف عن يعني كارثية التفكير النخبة التي تنتج هذا الكلام ببساطة. لأنه في الحقيقة خليني أقول لك إنه العبارة دي ببساطة بتعني إنه الشورى هي الأصل الذي سنقيم عليه النظام الديمقراطي، فستكون الشورى أصل والديمقراطية فرع. يؤسفني إنه ده تفكير مغلوط وليس صحيحا على الإطلاق، وده مش كلامي. المدهش في الأمر إنه ده كلام سبق لواحد من الذين لا يمكن الشك في إنهم من مفكري الإسلام الكبار، بل لعله كان الأستاذ المباشر للشيخ حسن البنا هو الذي قال هذا الكلام. من هذا الرجل؟ هو الأستاذ رشيد رضا. الأستاذ رشيد رضا كتب في المنار سنة 1906، يفصلنا عما كتبه 106 سنة. ما يفهم منه، ما يقول، مش ما يفهم منه علشان ما يفهم منه دي كأنه احنا اللي بنفهم ده، يعني كتب يقول ببساطة انه النظام الديمقراطي اللي هو كان بيسميه نظام الحكم المقيد هو الذي استفدنا منه نظام اللي عرفه الأوروبيين، هذا النظام الذي عرفه الأوروبيون هو الذي استفدنا منه حكمنا الحديث. وما نقدرش أبدا إن إحنا نقول إنه استفدنا ده من الشورى، لأنه طول الوقت، وده كلام رشيد رضا، الشورى موجودة، آيات الشورى موجودة وبنقراها، وعندنا سورة في القرآن اسمها الشورى، ومع ذلك قراءتنا لهذه الآيات لم تجعلنا أبدا نكون المؤسسين لهذا الحكم. نحن لم نعرف هذا الحكم إلا بعد أن أنتجه الأوروبيون، ولكننا نأتي بعد ذلك ونقول إنه ده من الإسلام. هو بيقول الكلام ده، مش أنا اللي بقول الكلام ده، هو بيقول هذا الكلام، نجيب بعد كده ونقول إنه ده من الإسلام. وأنا برد على هؤلاء إخواننا اللي في مراكش، وكان بيضرب المثل بمراكش، إخواننا اللي في مراكش الذين يعانون من الاستبداد، ألا يقرؤون مش على القرآن اللي عندهم في سورة الشورى وفي آيات الشورى؟ لماذا لم يقيدوا الحكم إذا كانت الشورى هي أصل هذا الحكم المقيد؟ إذا كنا إحنا عندنا ده موجود عندنا، لماذا لم يقيدوا الحكم المطلق عندهم إذا كان أصل التقييد هو الشورى وليس الديمقراطية؟ إذن كأنه لما أجي أقف في هذا الموقف أنا بكتشف إنه أنا كان عندي قبل 100 سنة مفكر لو عرضت عليه، وشيخ، هو الشيخ ده رجل دين، يعني ده رشيد رضا ده رجل دين، ده احنا لما بنقارنه كمان بالأستاذ الإمام بنقول إنه هو أقل تنويرية من الأستاذ الإمام، بنقول كده تمام. لكن هذا الرجل الجليل قبل 100 سنة لو رحت له دلوقتي، لو تخيلت ان انا رحت له دلوقتي او استدعيته دلوقتي وجاني وقلت له ده اخواننا بتوع الدستور اللي بيعملوا الدستور كتبوا المادة دي،
ايه رايك يا شيخنا في الكلام اللي هم كتبوه ده؟ انا لا اشك انه حولنا ده تدليس، ده تضليل، ومش بس تدليس وتضليل، حولنا ده كمان خطر، لانه الشورى في اكتر فهم يعني مستقر ليها في تراث الفقه السياسي الاسلامي لا تعني اكثر من مجرد وسيله لنصب الحاكم، والديمقراطية مش بس وسيلة لنصب الحاكم، الديمقراطية وسيلة لنصبه ورقابة عليه ومحاسبته ومحاكمته وخلعه. كل الآليات دي آليات النظام الديمقراطي. فلما أجي أقول إنه النظام الديمقراطي عندي بيقوم على الشورى، هذا يعني بعد شوية ممكن حد يكيلي يقول لي أنا عندي مبدأ بيقول إن النظام الديمقراطي بيقوم على الشورى، وبما إنه الشورى لا تعني فقط إلا نصب الإمام، فهذا يعني إن الديمقراطية هتشتغل بس في نصب الحاكم. أما سائر الإجراءات المتعلقة بالرقابة عليه، بمحاسبته، بخلعه، فدي كلها ليست من الشورى. وبالتالي فبما انه احنا ديمقراطيتنا مقيدة بالشورى، يبقى ديمقراطيتنا دورها فقط هتصبح مجرد اجراء فقط لتعيين الحاكم لوضعه في مكانه، وننتظر حتى يموت، وبعد ما يموت موتة طبيعية نبقى نعيد الديمقراطية تشتغل من جديد وتجيب لنا حاكم تاني. طبعا ده فهم مضحك جدا للديمقراطية، لكن المضحك ده يمكن أن يحدث. تمام، بنشكر حضرتك جدا ونتمنى نشوفك تاني قريب. أنا اللي شاكر ليكم جدا، وأهلا وسهلا بيكم.